الثاني من مايو من عام 2005 وفاة المغني المصري محمد رشدي. ولد المطرب محمد رشدي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وقام بغناء العديد من الأغاني الناجحة كأغنيته الشهيرة أولو المأذون البلد، وغنى العديد من الأغاني المميزة مثل عرباوي وطاير يا هوى وكعب الغزال والرملة وهيبة، كما شارك بعدد من الأفلام السينمائية. الشط وناس بعيد عن عينينا، فينا يا هوى للبحر جينا.